لها سؤال تقول فيه: هل يجوز للحائض دخول المسجد لحضور الجلسات الدينية النسائية؟ جلسات العلم نتدارس فيها كلام الله، وهل هذا الحديث متعلق بسؤالي وما معناه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. خروج النساء للمساجد لأجل الصلاة هذا هو الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني غير متزينات ولا متطيبات، ويكن أيضا متسترات ومتحجبات. طيب، هذا للصلاة مع المسلمين. طيب، ويعتزلن صفوف الرجال ويكن خلفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير النساء عن الرجال. وأما خروجهن لغير الصلاة كحضور الدروس والمحاضرات فهذا أيضا لا مانع منه إذا توفرت شروط الحجاب وترك الطيب وترك التعرض للفتنة، وكانت النساء في مكان معزول عن الرجال، فلا مانع أن يخرجن ويستمعن للعلم النافع. وأما أن النساء يجتمعن في مسجد، يجتمعن وحدهن في مسجد غير تابعات للرجال، وإنما يجتمعن في المسجد، هذا أمر غير مشروع وغير معروف في الإسلام، لأن خروج النساء وتجمعهن منفردات عن الرجال ويجعلن لهن درسا في المسجد خاصا بهن وفيما بينهن فهذا غير مشروع، وعليهن أن يجلسن في بيوتهن وأن يجتمعن في بيت من البيوت في بيت إحداهن ويتعلمن ويدرسن ما يستفدن منه من العلم الشرعي في البيوت. نعم.